غدا بخير هلا واش امورك واش مزيان كبير كلشي بخير هلا امور بخير الله يبارك فيك رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكه لجميع الامه الاسلاميه والشعب المغربي والمتسبعين اليوم 24 نغمي الشبكه على رفارو امر بيو حقيقة هذا المشكل اللي وقع لفريق كوكب موراكو شي يمكن هو تغيير المدربين ولا شي حاجة اللي خلات الأمور ما تبقاش غادا في نفس السياق، ولكن فريق كوكب موراكو شي فريق كبير والدليل أنه غادي مزيان في كأس إفريقيا، ولكن الحمد لله اللي استطاع أنه يضمن البقاء ديالو في القسم الوطني الأول، ونتمنى إن شاء الله ما نعاودوش نشوفوه في هذا الوجه هذا ويكون هو كيلعب على 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 المراكز الأولى في البطولة. فريق نادي القنيطري كما شاف الجميع البطوله هذه كان في الشطر الاول من البطوله كان غادي بواحد السكه مسار جيد كيف جميع الفرق الوطنيه كيوقع في مشاكل ماديه اللي كتخلي الفريق ما يبقاش غادي بنفس الوتيره، وخصوصا ان في المقابلات الاياب لعب شباب اللي تيطمح فيهم انهم يلعبوا الموسم القادم كاساسيين، يمكن هذا هو اللي رجع النتائج تترجع للور، ولكن الحمد لله بان الفريق بقى في القسم الوطني الاول، هذا هو الهدف ديال نادي القنيطري من بدو ديال السنه. رمضان مبارك سعيد على جميع المغاربة وجميع المتتبعين الرياضة بشكل عام في المغرب، وبالنسبة للبطولة الوطنية اللي صارت فيها واحد الظاهرة اللي هي ماشي صحية الشغب في الملاعب، تنتمناو إن شاء الله بهاد العواشر هذه وبهاد الأجواء الرمضانية إن شاء الله ندعيو مع الجماهير ديالنا ما تكونش زعما داك الضغط اللي كيكون داخل المقابلات انها تخرج على الاطار ديال التشجيع، وان شاء الله نحاول نكونوا الرياضه تكون الرياضه في الملعب خارج الملعب تكون هناك اخويه وصداقه.